بما أنه راح نكونوا في شهر رمضان وعطلة الربيع والأطفال ديالنا ما عندهمش باش يشغلوا وقتهم بحاجة تفيد المستقبل ديالهم، مركز نيوغيت روبوت بالعاصمة والصيف لقى لكم الحل. على بالنا باللي أحد أعظم الأعمال الصالحة هو طلب العلم، لذا في هذا الشهر الفضيل خممنا أنه نلاقي الصيام بالتحدي والإبداع، وأطلقنا مسابقة الكبرى في الروبوتيك حيث يتسابق الأطفال فيه لابتكار أفضل مشروع روبوت، وهذا كامل تحت تأطير وتدريب أساتذة برتبة مهندس في الروبوتيك من 6 سنوات إلى 17 سنة، كل ما يتعلق بالبرامج العالمية للروبوتيك التعليمي، وهي البرامج التي تفتح المجال للطفل المبدع من دخول عالم الروبوت من بابه الواسع. نحن كمركز تعليمي رانا نسعى لبث طاقة جديدة في هذا الشهر المبارك باش ينساو الأطفال الملل والتخاذل، وبذلك انتوما أولياءهم تفرحوا بهم وبإبداعاتهم. خلونا نعمل معا لتشجيع روح الاستكشاف والابتكار في قلوب وعقول أطفالنا في هذا الشهر الكريم. واش راكم تستناو؟ تقربوا إلينا عبر رقم الهاتف المتواجد في الصفحة أو زوروا مراكزنا مباشرة باش تشوفوا بعينكم التكنولوجيا المتواجدة عندنا اللي راح تنسي أطفالكم بالتليفون وتخليهم مشغولين باش يبتكروا حاجة جديدة تفيد الجزائر. في مركز نيوغيت روبوت ما يكفيش أن نكون مركز لتعليم البرمجة والروبوتيك فقط، بل نسعى لأن نكون نافذة إلى عالم المنافسات العالمية. مع بداية 2024 فقط رانا رحنا لتونس وشاركنا مع ماليزيا، ورانا ماشيين إن شاء الله للأردن وكوريا الجنوبية. ترقبوا نجاح أطفالنا وأطفالكم في البلدان المتطورة. مركز نيوغيت روبوت يحمل رؤية العلم والإبداع لأطفال وشباب الجزائر. يلا نديروا اليد في اليد ونخليه رمضان شهر طلب العلم والغفران.